السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والسعادة والسرور مشاهدينا الكرام. نحييكم مجلسكم مجلس قناة الدول الكاس من كورنيش الدوحة. اليوم حلقتنا في عندنا أكثر من محور وأكثر من حديث وأكثر من موضوع حقيقة. أول موضوع إذا تذكرون من فترة عملنا استفتاء أثناء مباريات الدوري في برنامج 90 دقيقة مع الكابتن فهد فخرو والكابتن ماهر الشمري عن أفضل مدرب وأفضل لاعب في الدوري، وكانت هناك معايير حقيقة لاختيار أفضل مدرب وأفضل لاعب. كانت المعايير عبارة عن 40% للإعلام الرياضي، 25% كانت للجمهور، و 5% لأسرة المجلس المحللين، و 10% للكباتن الفرق أو قائد الفرق، و 10% كانت للمدربين، و 10% كانت لبرنامج أسرة برنامج 90 دقيقة. المهم بعد التصويت وفتح ظرف التصويت كان أفضل مدرب من خلال الجميع أو أفضل تصويت كان للكابتن بولوني لازلو أو سيد بولوني لازلو مدرب نادي الخور المجري والروماني، وطبعا وهو يحمل الجنسية الفرنسية. حقيقة وإن كان نادي الخور في المركز السابع في الدوري إلا أن السيد بولوني استطاع أن يقدم أفضل العروض في القسم الثاني. ولو نروح حق عدد نقاط القسم الثاني بس بروحه راح نشوف أن نادي الخور يمكن يأخذ المركز الأول في عدد نقاطه أو عدد مرات الفوز والتعادل. شاهدنا في نادي الخور هناك عمل جماعي، لاعبين جداد شفناهم في نادي الخور من خلال مثل سيرجنت مثلا، شفنا أفضل محترفين في القسم الثاني كانوا في نادي الخور، وكانت حتى أسعارهم التعاقدية أسعار جدا معقولة في سوق التعاقدات. مع الكابتن بولوني نادي الخور بكرة لأول مرة في تاريخه يصل إلى الدور النهائي، نهائي دوري أبطال الخليج مع شقيقنا نادي بنياس الإماراتي. بكرة الكابتن بولوني عنده مباراة في الدوحة الساعة 7 مساء، والكل مدعو حقيقة لمؤازرة نادي الخور بكرة في استاد نادي الخور هناك في الخور. فعموما نحن هنيئا لنا ان احنا عندنا مدربين كالسيد بولوني. للعلم السيد بولوني درب في البرتغال، درب في فرنسا، درب في وجاب العديد، درب أندية كبيرة وحقق بطولات كثيرة، وحقيقة يشكرون عليه نادي الخور في تعاقدهم مع السيد بولوني. السيد بولوني طبعا موجود معنا، واللغة الفرنسية راح تكون هي اللغة الأولى، وأخوي وزميلي نور الدين الحفصي هو مترجمنا اليوم، وطبعا الأستاذ نور هو معلق ومعد عندنا في قناة الدوري والكاس، ومقدم 6 دورات أولمبية، ومن أي سنة تقريبا أول دورة أستاذ؟ كأس العالم وكوس عالم. كوس عالم، يعني ما شاء الله. عموما تاريخ حافل مع تاريخ حافل عندنا في المجلس، فقط لي حديث مع السيد بولوني، وهو أستاذ نور متواضع معنا في أنه يكون مترجم معنا. أستاذ نور شكرا لك، ونشكر الكابتن بولوني على جيته، ونشكره على ما قدم لنا من خلال نادي الخور. احنا فخورين جدا في نادي الخور حقيقة، نتائج طيبة في الدوري وحتى في دوري أبطال الخليج. Le Qatar est vraiment très fier de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait comme travail avec l'équipe del Cor, surtout au niveau du jeu, au niveau des performances, au niveau des... C'est vraiment, vous avez fait un grand travail avec ce club. Je peux lui répondre? Oui, bien sûr. Et je suis très content pour les mots que j'entends. Mais pour moi, c'est une motivation parce que, à mon avis, chaque jour, on doit se mettre en question, de faire mieux aujourd'hui qu'hier et de faire mieux demain qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut impérativement toujours progresser, on ne peut pas stagner, on est obligé de regarder vers l'avant. Et Qatar, il offre la possibilité, Qatar et Alcor, il m'a offert cette possibilité et je suis vraiment content que j'ai pris le choix, ça fait un an que j'ai pris le choix de faire connaissance avec le football et la vie Qatar. يعني فخور جدا بما سمعه من هذا الشكر، من هذا
حول العمل الذي قام به مع فريق الخور، لكن يقول هذا العمل لابد أن يتواصل، لابد أن يوميا يعيد النظر فيها حتى يحقق التقدم لهذا الفريق ويزيد أن يحقق نتائج أفضل. هو أيضا سعيد جدا باختياره بالمجيء لقطر باعتبار أن وجد الأرضية الملائمة للعمل ولمزيد العمل ولتحقيق نتائج أفضل مع فريق قطر. كابتن، هو عموما احنا من خلال برنامج 90 دقيقة هو برنامج تحليلي يقوده كابتنان كبار مدربين اللي هو الكابتن فهد فخر والكابتن ماهر الشمري من الكويت. عملنا تصويت شارك فيه كباتن الفرق، شارك فيه الجمهور، شارك فيه محللين برنامج المجلس، المدربين في قطر والصحافة والإعلام، كلهم في النهاية النتيجة النهائية كانت للسيد بروني. ريت خبري. Donc vous êtes invité ici après les résultats qui ont été effectués par l'émission qui s'appelle 90 minutes. Donc il y a deux techniciens qui font cette émission. Et il y a eu un vote qui a participé l'équipe d'Al Majlis, le public, les entraîneurs, les capitaines d'équipe, ils ont participé ici. Donc il y a eu un pourcentage et ces gens-là vous ont choisi comme meilleur entraîneur donc de la Ligue du Qatar, du championnat du Qatar. وإضافة إلى أنه هو صحيح لم يحرز الدوري وأن الكابتن حسين عموتة حصل على الدوري وحصل على وصيف كأس سمو ولي العهد، إلا أنه هو كابتن حموتة جاء في المركز الثاني والسيد بروني جاء في المركز الأول من خلال التصويت. C'est vrai que vous n'avez pas remporté le championnat comme c'est Sad qui a remporté, mais l'entraîneur de